الرباط العاصمة، مدينة الثقافة والفن والرياضة، هي كذلك المدينة اللي كتوفر على ظروف النجاح في مختلف المجالات، حيث المسارح والمكتبات والاستوديوهات، وكونها كتحتضن أكبر تظاهرات الفنية، وكل ذلك كيمهد الإنتاجات إبداعية وفكرية من المستوى الرفيع. حلقة هذا العدد من برنامج بالبارح واليوم غادي تستحضر ذاكرة ضيف رباطي واستثنائي في كل شيء، ورحلتنا لنبش في مسار هذا الفنان غادي رفقنا فيها زكريا ابن الراحل ملحن الكبير محمد بالخياط، صاحب عدد مهم من الروائع الفنية. والبداية من حي يعقوب المنصور بالرباط، والمنزل اللي تولد فيه صاحب رائعة صحيبي للفنانة فاطمة المقدادي، وأغاني أخرى نالت شهرة كبيرة. صحيبي لفراقي جيا والهم ينتر يطيح، صحيبي صحيبي وشحال غلب من صحية اليوم غدا حتار الشهوة، صحيبي صحيبي على غيمتنا تبكي سكتة وقل حلي نشكي وحدي مواليد 1951 في مدينة رباط بالضبط في حي يعقوب المنصور. يعني الطفل عادي شغوف كله طاقة باش يلعب حتى هو مع الأطفال الصغار اللي في السن ديالو يكبر، شاء الله وما قدر فعل أنه في سن السابعة كان تعرض لوعكة صحية اللي أثرت له على الحياة ديالو اللي خلات أنه يتصاب بشلل يعني على مستوى الرجل ديالو رجلين ديالو، الشيء اللي حتم انه يكمل الحياه ديالو في كرسي متحرك. وبحكم الصبر والمثابره والرغبه في العيش والرغبه في تكوين الذات والرغبه في انه يكون عنصر فعال في المجتمع المغربي، يعني خلاته انه يواصل الدراسه ديالو، يعني ما تكونش عنده عائق. الموهبه الموسيقيه ديالو انها تفجر وانها تبدا تبان العائله القريبه، بالمساعده ديالهم استطاع انه يولج المعهد الوطني للموسيقى والرقص انذاك سنوات اواخر الستينات او وسط الستينات اواخر الستينات. بدا المشوار الدراسي ديالو، اختار آلة العود اللي قراها بالاضافه لماده السولفيج التكوين الموسيقي والهارموني، يعني هادو كلهم شعاب تخصص فيهم ووصل فيهم حتى لنهايه المشوار وخد فيهم جوائز الاولى على مستوى المعهد الوطني وعلى مستوى وزاره الثقافه. ظروف الملحن محمد بالخياط الصحية ما كانش بالنسبة ليه عائق في البحث الأكاديمي والإبداع وتلقين أجيال من الموسيقيين، بقدر ما كان كيستمد منها قوته باش يثبت ذاته في المجال الفني ويخلي أعماله تتحدث عليه في كل المحافل واللقاءات اللي كتجمعوا مع مبدعين كبار من شعراء وملحنين ومطربين سواء مغاربة أو من أقطار عربية. وعدد من هاد المبدعين أكد على أن محمد بالخياط مبدع سابق الأواني، حيث استطاع في وقت وجيز يحقق المستحيل ويأسس المدرسة فنية قائمة بذاتها.
شفقة دون إحسان نار قوية صبر صبرك ما يحصرها وجريت قوي بك طرقان جريت قوي بك طرقان يا تقهر ومن يقهرها ونحن يبلي بها إنسان نحن يبلي بها إنسان أنا وسي محمد خياط يعني حصاد مولا الجوق الوطني جا السي عبد القادر الرشيد مع شي 12 سمعنا كان مرنو قبط واحد الكرسي وجلس بقى كيتصنت واحد الساعة ملي حبسو جا باسني من هنا وباسي محمد بالخياط وقال لي قدام الجوق الوطني شوف ولدي عندك شي تفكر لي فشي ملحن شد لي فهاد الولد هذا راه الشكل ديالو راه واتك شد فيه والله كثر خير قلت له الساعه قادر فوت البركه ديالك تعمل شي اغنيه قال لي شد فهاد الوليد هذا في ظرف 15 يوم كانت القطعه جاهزه مسجله ومع الفرقه الوطنية يعني مع الجوق الوطني وكان الجوق الوطني يعني في اوجه يعني بكل عناصره وبقيادته الاستاذ المرحوم عبد القادر الراشدي طلع علينا والأهدي طلع علينا شفنا واش حنا لاباس طلع علينا كل معالم ثقافية والفنية بالعاصمة كتشجع على الإبداع والمعهد الوطني للموسيقى والرقص بالرباط واحد من هذه المعالم واللي كان محطة مهمة في مسار الراحل محمد بالخياط وكان بين الأعمدة الأساسية ديال هذه المؤسسة في تلقين أعداد كبيرة من الشباب مادة آلة العود وكان ضروري من وقفة ولو قصيرة بالمعهد رفقة زكريا باش يستحضر من خلالها أيام الزمن الجميل اللي قضاها الوالد ديالو رفقة أطر وأساتذة تيكنوا للراحل كل التقدير والاحترام بما أسداه من خدمات لهذه المؤسسة سي بالخياط فات هذه المرحلة دي الأستاذ بل هو يعد علامة وظاهرة في مجال التعليم الأكاديمي الموسيقى هو أستاذ استطاع أنه يكرس واحد الفعل اللي هو كان صعيب في المغرب لأنه هو كأستاذ أكاديمي لمادة العود وأيضا كملحن بارع في مجال الأغنية المغربية استطاع أنه يخلق له مدرسة هذه المدرسة هذه ديال السي محمد بالخياط هي مدرسة تتميز بالهوية المغربية الأصيلة أيضا السي محمد بالخياط في إطار التعليم الأكاديمي الموسيقي النتائج ديالو كانت نتائج مبهرة جل العازفين اللي بيجن على الساحة الفنية جل العازفين المميزين كلهم تتلمذوا على يد الأستاذ محمد بالخياط بل تعدى الأمر ديالك وأنا واحد منهم أنا كنت أدرس مادة الكمال العربي وكنت نزور الأستاذ في هذه المؤسسة تمشي عنده القسم كطالب باش نستفد من الخبرة ديالو في إطار المقامات وفي إطار التركيبة ديال الأوزان كان أستاذ جامع وكان خزانة متنقلة للموسيقى المغربية وللموسيقى العربية بصفة عامة السي بالخياط يعد رائد من بعد السي عبد القادر الراشدي رائد من الناس اللي استطاعوا أن يوظف الإيقاعات المغربية ولكن الميزة ديال السي بالخياط وظف الإيقاعات بطريقة ذكية وبدهاء موسيقي غريب جدا غايب مشموم يفكرني وقلب مغروم وقلب مغروم يحيرني وذكريات كلها في هواك تفكرني في ايام رضاك زيارة زكريا للمعهد الوطني للموسيقى والرقص غادي يصادف خلالها واحد من أصدقاء الوالد ديالو الأستاذ والملحن الكبير عبد الله عصامي اللي عنده ذكريات جميلة مع الراحل محمد بالخياط وكان إلى جانبه من أعمدة هذه المعلمة الفنية اللي خرجت أجيال من الموسيقيين الأستاذ عبد الله عصامي اللي كيواصل تلقين مادة العود بالمعهد كيتعتبر ذاكرة حية لعلاقة الراحل بالخياط
بالمعهد الوطني للموسيقى والرقص. كان عنده واحد الميزة، كانت ملي تيساليو الطلبة مثلا تيوصلوا للعشرة هي الأخيرة ديال العود، هو تيرشدهم وتيسق لهم وتعطيهم واحد نصائح كبيرة، بما أنه كان تيدرسوا كل شيء، ولكن بعد الدراسة دائما هذوك اللي غادي يتخرجوا تيعطيهم واحد نصائح وتيوريهم كيفاش يعملوا في الطرق في البوزيسيون ديال الآلة، وكيفاش يعني يكونوا ممتازين في العزف. ورحمه الله دائما بشوش صديق حبيب، يعني فيه واحد الروح كبيرة، وكنت أنا من أصدقاء ديالو اللي هو تنتحبه دائما، وكان هو اللي مثلا صايب البرنامج ديال الدراسة ديال العود هنا في المعهد. ورحمه الله يعني ما عندي ما نقول، يعني فنان كبير وملحن كبير، عنده قطاع ممتازة، غنوا واحد بلعات الفنانين، كاع الفنانين اللي كاينين في المغرب غنوا ليه القطاع ديالو. والحي اللي شاف فيه النور الراحل محمد بالخياط، فبمدينة مارة غادي يقضي مدة طويلة من حياته حتى ينتقل إلى عفو الله. اليوم الشقيق ديالو بوشعيب الخياط غادي يقوم زيارة لأسرته ويتفقد أحوالها. والله ما مال الفؤاد لغيركم، والله ما مال الفؤاد لغيركم، والله ما مال. ماشي سهل إنسان يفقد واحد من أعز الناس ليه، اللي هو رب العائلة، لكن هذه سنة الله في أرضه والحياة كتستمر. فمثل هذه الزيارة
اللي كتأصل هذه العلاقة الأسرية وتخلي أفرادها يحسوا بنوع من الطمئنان والاهتمام، وترسم الابتسامة على محياهم، وتحاول تنسيهم الحزن اللي تسبب فيه رحيل محمد بالخياط، رغم أن الأمر ماشي بالساهل لكن كذلك ماشي بالمستحيل. جميلة هاد اللمة وهاد الدفء العائلي اللي خلقاته هاد الزيارة، واللي كتعطي عنوان لإحساس بالأمان. الخبرة ديالو وبالتعليم الأكاديمي اللي عنده استطاع أنه يألف أغاني تراثية لمستوحاة من التراث، بحيث استعمل مجموعة من آلات تراثية على سبيل المثال الوتار، استطاع يدخل آلة الألطو الشعبية، استطاع يتعامل مع إيقاعات شعبية مغربية تراثية من جميع المناطق، أقلال 12 على 8 يعني مجموعة الإيقاعات. والسبب اللي كان أنه دخلوا المعهد، كانت عندي خالتي في الدار، كانت جي عندنا الدار وكتشوف المواهب دياله، كان أنه ملمم كيعزف بعض الآلات كالجيتار أو العود اللي كان كيجيب ليه الوالد فاش كان داكشي صغير. بالتالي لاحظت خالتي بأنه عنده موهبة فنية، إذن قالت لي علاش ما تدخلش المعهد، راه كاين واحد المعهد في المامونيه ديك الساعه، كاين باقي في المامونيه، وسطات قيداته في المعهد ولا كيمشي وكيجي وكيمشي، يعني بدا بالصعوبات اللي كانت عنده تستطاع انه يكمل الدراسه ديالو وتخرج وخد احسن الجوائز، ومن ثم بدات المسيره ديال الفنيه.
هاد الصور والشهادات والتذكارات هي جزء قليل من متحف فني كيزين منزل الراحل محمد بالخياط، وهي تعبير على اعتراف من مؤسسات وطنية ودولية على قيمة الراحل ومستوى العطاء الفني ديالو ومساهمته في إشعاع الأغنية المغربية وانتشارها داخل الوطن وخارجه، وكذلك دوره في شهرة عدد كبير من الفنانين المغاربة. الحاج محمد بالخياط بحكم العلاقة اللي كتجمع هنايا علاقة أسرية بالمثابة الأولى، فهو زوج الأخت ديالي وميم طون ولد خالتي، كانت هو كان بمثابة الأب الروحي والمرجع الفني ديال عائلة أضحى وعائلة بالخياط كاملين. كان الله يرحمه ولي برحمة الله من حلي الشرف ديال الظهور لأول مرة في الإذاعة الوطنية، كان في الاستوديو رقم واحد، وبلا شك راه اللي هما ملمين بهذا المجال كيعرفوا الاستوديو رقم واحد وما أدراك يعني طلعوا منه ما شاء الله عمالقة الفن المغربي وتسجلوا فيه يعني قطعة خالدة. كان الله يرحمه من أبرز الملحنين اللي عندنا هنا في المغرب، الألحان ديالو كانت كتجيب لك الله ملي كتصنت ليها بحال راك انت كتعرفها، هادشي اللي عطى الله سبحانه وتعالى الروح ديالو، كانت فيها واحد البساطه، الحان ديالو كانت فيها طرب وكانت فيها شخضه كما تنقولوا، كان اختصاصي في الميزان اللي هو السيسويت، كان كيضبطوا بواحد الشكل زعما عجيب. كان هو المرحوم عبد القادر الراشدي كانوا معروفين في الساحه الفنيه بهاد الميزه هادي. ربي ما حشموش يعني صبر بزاف بحكم الحالة الصحية ديالو، تابر مسكين وجاهد والحمد لله، ملي كيجي بحال هذا البرنامج وكيعترف بهذه الأمور وكيحاول يفكرنا بهذا الاسم وهذا الهرم هذا، الحمد لله هذا من فضل ربي.
كان نعم الزوج ونعم الأب ربى وليداته أحسن تربية وكان كانت عنده مكانة خاصة في الوسط الفني وما كانش اللي كان كيقول فيه شي حاجة خايبة كل شي كان كيحترمه من الكبير للصغير والحمد لله خلى لي 4 وليدات الله يخرج فيهم الخير والله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه بويا الحنين القلب الكبير محبتك في قلبي غدا وتزيد بويا الحنين القلب الكبير محبتك في قلبي غدا وتزيد وخا نكبر نبقى في عينيك ديما صغير رب الحنين وخا نكبر وعمالك ديما سبقاك